السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يحييكم يا شيخ. نرحب. الله يبارك فيكم. من زمان كنا نتمنى زيارتكم يا شيخنا ونحمد الله ونشكركم كذلك على استضافتكم. حياكم الله. حياكم الله وبياكم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والنجاح والسداد. آمين. آمين وإياكم يا شيخ. موضوع حلقتنا اليوم يا شيخ هو يعني المذهب والتمذهب وما الأسئلة يعني عند جمعنا بعض الأسئلة من المشاهدين هي الأسئلة متعلقة بهذا الموضوع. ففي بداية الحلقة لو ذكرتم باختصار يا شيخ ما مفهوم المذهب وما مفهوم التمذهب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وبعد. بالنسبة للمذهب فهو ما قاله الإنسان أو جرى مجرى قوله أو يدخل في ذلك أفعال الإنسان أيضا. ثم المذهب هذا صار اصطلاحا عند كل علماء مذهب، فيكون المذهب في الحقيقة أنه مذهب اصطلاحي لا مذهب شخصي. فكل مذهب يختار فيه علماء مذهبه أتباعه علماء مذهبه من أتباعه قولا أو رواية فيه فتكون هي المذهب. وهو أمر في الحقيقة يعني معقد لا يستطيع عليه كل الناس، بل من قرون الأمر يعني فيه نوع من الصعوبة في معرفة المذهب من روايات الإمام أحمد رحمه الله أو الأقوال أو الأوجه الموجودة في مذهبه. وهذا قد فعله الإمام علاء الدين المرداوي رحمه الله المتوفى سنة 885، صحح ونقح المذهب فخرج المذهب الآن وقام على سوقه واستوى إلى كتابين وهما كتاب الإقناع و المنتهى، وهما الكتابان المعتمدان في المذهب الحنبلي، وما عداهما فليس بمعتمد. المعتمد ما في الإقناع وما في المنتهى. وأنا أريد أن أنبه في الحقيقة بداية هذه الحلقة أن التمذهب في الحقيقة يعني طريقة للعمل بشرع الله عز وجل، لأن المذهب وخاصة الحنبلي قائم على الكتاب والسنة، فالذي يعمل به يعمل بالكتاب والسنة. فقضية إثارة الشبه على عدم التمذهب وأن التمذهب يدعو إلى ترك كتاب والسنة هذا قول بعيد الصواب في الحقيقة. فمثلا لو حفظ الإنسان زاد المستقنع مثلا أو أخسر مختصرات أو المنتهى مثلا منتهى الإرادات، لو حفظ أحد هذه الكتب وصلى مثلا، نأتي لباب صفة الصلاة. صفة الصلاة في المذهب كلها لها أدلة صريحة وصحيحة، فكيف الذي يعمل بالمذهب لا يعمل بكتاب السنة؟ بل هو يعمل بكتاب السنة ويعمل بشرع الله عز وجل بهذا المفهوم الذي يوجد في هذا المذهب. الوضوء، هناك صفة الوضوء مبنية على أدلة من الكتاب والسنة، الترتيب والموالاة وغسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين كلها لها أدلة. الاغتسال، الزكاة لها أدلة من كتاب السنة، الصيام له أدلة من كتاب السنة، الحج له أدلة من كتاب السنة. فالذي يعمل بالمذهب يعمل بكتاب السنة ويعمل بشرع الله عز وجل، وتبرد ذمته بإذن الله، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن من يعمل بأحد هذه المذاهب تبرد ذمته. فينبغي الإنسان أن يعتقد أن هذه المذاهب وخاصة نتكلم عن مذهبنا مذهب الحنابلة مبني على كتاب السنة، فالذي يعمل به يعمل بكتاب السنة. هناك نعم هناك بعض المسائل مرجوحة لكنها قليلة بالنسبة لكل مسائل المذهب، هي قليلة. فالمذهب مليء بالمسائل التي مبنية على الكتاب والسنة ولها أدلتها. وكما قال ابن القيم رحمه الله أن الذي يعمل برأي العالم الآخر بالدليل فهو متبع، يسميه متبعا، بخلاف المقلد الذي يعمل بقول غير بلا دليل بغير دليل. هو في الحقيقة هناك أدلة، لا توجد مسألة لها دليل أو تعليل أو قياس أو غير ذلك من أدلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني
أنا أنبه الإخوة في جميع أنحاء العالم وخاصة إخواننا المسلمين في روسيا بعدم التعصب. عدم التعصب، والإنسان يعمل بمذهبه بلا تعصب ولا يعادي المسلمين، لا يعادي المسلمين بسبب مذهبه. فإن في التاريخ مرت يعني فترات حصل فيها تعصب وحصل فيها قتال، وهذا شيء مذموم. الإنسان يعمل لله عز وجل ويتعبد الله عز وجل بالمذهب، لا يوالي ويعادي عليه ويتعصب ويختار أن رأي إمامه ومتبوعه هو الصواب وما عداه خطأ. لا، لا يتعصب. فالإنسان لا يتعصب ويعيش حياته كما يعيش الناس، فلا يجوز له أن يتعصب ويرمي غيره بالجهل وعدم العلم. أيضا المتمذهب ينبغي ألا يرمي من لم يتمذهب بالجهل والتخطئة وعدم المبالاة، لا أبدا. أهل العلم كل له قدره ومكانته في الشريعة، وهم يبينون عن الله عز وجل مراد الله عز وجل لكي يعمل به الناس. فالمقصود أن العمل بالمذهب هو تنظيم وترتيب لحياة المسلم، وهو مسائل مبنية على الكتاب والسنة، وتبرأ بها الذمة من الله عز وجل. نعم هناك مسائل مرجوحة لكنها قليلة، إذا علم الإنسان فيها أن هناك قولا أقوى مما في المذهب فليعمل به، فليعمل به ولا تثريب إن شاء الله. لكن لا يعني أننا نرمي المذاهب ولا نعمل بها وأنها تقليد أعمى، لا، هذا ليس صحيح. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ، ذكرت أثناء كلامك أن معتمد في المذهب، فسؤال يا شيخ، ما المقصود بمعتمد في المذهب وكيف نعرف؟ نعم، المعتمد في المذهب هو مختاره العلماء من أتباع الإمام، أو نقول مختاره أكثر العلماء من أتباع الإمام أحمد رحمه الله. ومن هم هؤلاء العلماء؟ سماهم المرداوي رحمه الله، سماهم المرداوي، وخاصة من المتوسطين والمتأخرين سماهم، وبدأ به بالموفق، الإمام الموفق والإمام مجد الدين أبي البركات الذي هو جد شيخ الإسلام رحمه الله. فهناك علماء إذا رآهم المرداوي اختاروا قولا أو رواية أو وجها أو اختاره أكثرهم فإنه هو المعتمد. وكما ذكرت أن المسألة مسألة معقدة، لا يأتي اليوم شخص ويقول أنا سأرجح وأصح المذهب كما يفعل المرداوي، هذا ما أظن أن أحد يستطيع عليه إلا أن يشاء الله عز وجل. يعني ما قام به إلا المرداوي، وقد قام بهذا العمل قبله بعض العلماء، لكن الناس والحنابل استقروا على ما عمله المرداوي. والمقصود بالمعتمد أن هناك روايات وأوجه وأقوال في المذهب كثيرة، فالذي اختاره هؤلاء العلماء كلهم أو أكثرهم من هذه الأوجه أو الروايات أو الأقوال هو المذهب، ما عداه لا يكون مذهبا، وإنما يكون قولا أو رواية أو وجها في المذهب. هذا المراد بالمعتمد في المذهب. وذكرت أن المعتمد انحصر الآن في كتابين، كتاب الإقناع لطالب الانتفاع الإمام الحجاوي، وكتاب منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات للإمام الشيخ ابن النجار رحمه الله. بارك الله فهذا المراد. فليس كل ما في المذهب ينسب للمذهب تقول هذا مذهب، تفتح المغني وتنظر إلى رواية وتقول هي مذهب، لا، وتفتح الإنصاف وتنظر إلى قول أو وجه وتقول هو المذهب، لا. ليس كل ما يروى في المذهب أو يقال في المذهب أو يكون وجها في المذهب يكون هو المذهب، لا. مذهب ما اختاره وصححه الشيخ الإمام المرداوي، ثم ما اصطلح عليه كتابا الإقناع والمنتهى. أحسن الله إليكم يا شيخ، إذا كان هناك الرأي في المذهب وإن كان معتمدا لا يلزم أن يكون هذا منصوصا عن إمام أحمد، نعم يا شيخ؟ نعم، هذا مسألة أخرى، وهي أن المعتمد في المذهب أحيانا يكون ليس منصوصا عن الإمام أحمد، ولكن هذا حتى يعني يطمئن طالب العلم، هذا قليل. الغالب أن المسائل الموجودة في المذهب هي منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله، ويوجد هناك مسائل ليست منصوصة، بل يوجد مسائل هي مخالفة لنص الإمام أحمد وهي المذهب، لكنها
بحمد الله قليلة جدا، وهذا لا يضعف المذهب، بالعكس هذا لا يضعف المذهب. هناك مسائل يسيرة تكون يعني ليست منصوصة أولا، أو أحيانا هناك نص على الإمام أحمد وهناك وجه أو قول في المذهب لغيره فيكون هو المذهب وليس هذا المنصوص، ويكون خلاف المنصوص فيكون هذا هو المعتمد، لكن هذا كما ذكرت يسير جدا، يسير جدا. بعض الناس يقول لماذا تقولون هذا مخالف المذهب وهو منصوص الإمام أحمد؟ هذا لا يشترط. المذهب مذهب اصطلاحي ليس مذهب شخصي، هو مذهب اصطلاح اصطلح عليه أكثر علماء الحنابلة أو كلهم باختيار هذا القول أو هذا الوجه أو هذه الرواية. نعم، جزاكم الله خير الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يجوز التمذهب بمذهب معين بغير معرفة أدلته؟ نعم، هذا الأصل، الأصل أنه يجوز العمل بالمذاهب الأربعة، يجوز العمل بواحد من المذاهب الأربعة، وهذا الأصل أن الإنسان يتعلم المسائل أولا بلا دليل، نعم، ثم يترقى بعد ذلك ويتعلمها بالدليل، فهذا لا إشكال. وكما ذكرت يطمئن طالب العلم أن هذه المسائل مبنية على أدلة من كتاب السنة، ولكن الأولى حتى يشرف علمه وعمله أن يعلم دليل المسألة، فإذا علم دليل المسألة وعمل بالمذهب بسبب هذا الدليل فيكون كما ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أنه متبع وليس بمقلد، لأنه عمل بهذه بالمذهب للدليل لا لكونه مذهبا. لكن لو عمل الإنسان بالمذهب ولا يعلم الدليل كحال كثير من طلاب العلم فإنه قاصر عن معرفة الدليل، وإذا علم الدليل لا يعرف وجه الدلالة منه، فإن هذا لا إشكال فيه إن شاء الله وأنه يجوز. نعم، بارك الله فيكم يا شيخ. هل يصح أن يقول يا شيخ أن الذي يعمل بما في المذهب أنه يعمل بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يا شيخ؟ نعم نعم، إن شاء الله الذي يعمل بمذهب أحسنت يعمل بقول أهل العلم، وخاصة أن ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذكر أنه لا، يعني هناك من يقول لا تعمل بقول الأحياء، لماذا؟ لأن الحية لا تؤمن له فتنة وقد يتغير رأيه، ولذلك يقول لا تعمل، هناك قول من لا تعمل بقول الأموات فقط اللي هم المذهب بالمذاهب، هم ماتوا على واستقر قولهم على هذه الآراء، فهم الذين يجوز العمل بقولهم. طبعا أنا أقول لا أقول بهذا القول، لكن هناك قول، فالعمل بالمذهب الآن سواء قاله لك حي أو نقلته عن ميت لن يتغير، هو واحد المذهب الآن وقبل 100 سنة، قبل 300 سنة، قبل 500 سنة، قبل 1000 سنة، هو لم يتغير. هناك بعض المسائل تتغير من جيل إلى جيل، نعم، لكن المذهب هو مستقر، خاصة مذهب الحنابلة يتكلم عنه مستقر وواحد، ولم يختلف علماءه إلا في مسائل يسيرة، إلا في مسائل يسيرة. بارك الله فيكم. سؤال آخر يقول: ما الفرق بين التقليد والاتباع؟ ذكرت هذا، ذكرها ابن القيم رحمه الله أن التقليد هو أخذ قول الغير بلا بغير دليل، وأما الاتباع فهو أخذ قول الغير بدليله، فأنت لا تعمل بقول هذا الغير لأن هذا فلان قاله، وإنما بسبب الدليل الذي يدل عليه، بسبب الدليل الذي يدل عليه. وهذا يعني أرى ابن القيم رحمه الله ذكره، وأرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا يكرر في بعض الأحيان هذا الكلام، وأنه لذلك أنا يعني ذكرت أن الأفضل أن الإنسان يعمل بالرأي الفقهي بدليله، لكن هناك مسائل كثيرة جدا بالآلاف يصعب على الإنسان أن يحفظ في كل مسألة دليلا، يصعب لا يستطيع. فإذا عمل الإنسان بهذا القول وإن لم يعلم دليله فهذا لا إشكال أنه جائز إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل لطالب العلم المبتدئ خروج عن المذهب الذي يدرسه؟ والله الأصل أن الذي يدرس مذهبا لا يخرج عنه، الأصل أنه يبقى فيه ويعمل بما فيه، إلا هناك أحوال ذكر العلماء فيها جواز الخروج منها، الحاجة إذا احتاج الإنسان أن يخرج من المذهب في بعض الأحوال أو بعض البيئات، خاصة عندنا في بعض البيئات الأوروبية الروسية هناك أحيانا ما يستطيع الإنسان يعمل بالمذهب، فلا بأس أن يقلد قولا آخر في مذهب آخر،
فلا إشكال، لكن يجعل عادته تقليد أي قول يوافق هواه فهذا لا يجوز، لأنه يكون من تتبع الرخص، من تتبع الرخص. فالإنسان الأصل أنه يعمل بمذهبه لا يخرج عنه إلا إذا احتاج، هذه حالة أول واحدة، ولا الذي يعني مر عليه أكثر من حالة أنه يجوز الخروج عن المذهب في بعض المسائل، في بعض المسائل. نعم، يعني في بعض الأحيان هذا الطالب المبتدئ قد لا يجد من يفتي له بما هو في المذهب المعتمد في المذهب. نعم. حينئذ يجوز له نعم أن يسأل. نعم. العالم. نعم صحيح، أنا يسألني بعض الأوروبيين، بريطانيا، فرنسا، روسيا، ما هو المذهب في مسألة فلانية؟ هذه مسألة حادثة أحيانا وليس المذهب كلام فيها، فإن استطعنا أن نخرج على المذهب لا بأس، لكن أحيانا ما نستطيع أن نخرج. نعم. فحينئذ الأولى أن يعمل بمذهب آخر أولى له، ولا بد أن يكون مذهبا معتمدا أيضا في أو قولا معتمدا في المذاهب أو المذهب الآخر. نعم جزاكم الله خير. يقول أيضا يا شيخ، ما هي الكتب التي يبدأ بها الطالب المبتدئ الذي يريد أن يدرس مذهب الحنبلي؟ والله أنا عندي كتاب اسمه مدارج تفقه الحنبلي، مدارج تفقه الحنبلي، وقد ذكرت فيه الكتب والطريقة والخطة لدراسة المذهب الحنبلي، ولو اشتغل الإنسان بهذه الخطة في حياته لأفلح ونجح بإذن الله. يعني ذكرت مثلا أول هذه الأمور أن يحفظ مثلا في الفقه معتمدا عندنا، وهو واحد من المتون الخمسة المشهورة، وهي زاد المستقنع ودليل الطالب وأخص المختصرات وعمدة الطالب وكافي المبتدئ، يحفظ متنا ثم يستشرح هذا المتن، يجعل له يعني شيخ يشرح له هذا المتن ويعلق عليه ويقيد ويكتب، ثم بعد ذلك يقرأ بقية الكتب. إذا اختار زاد المستقنع مثلا يحفظه ويستشرحه، ثم يقرأ بقية المتون، يقرأ دليل الطالب، يقرأ زاد أخص المختصرات، يقرأ عمدة الطالب، يقرأ كافي المبتدئ، حتى لا يكون أجنبيا عن المتون. لأن بعض الناس يحفظ متن ويكرر ويبقى عليه ويكون أجنبي عن بقية المتون، تذكر له مسألة من دليل الطالب ما يعرف. فكيف الخروج من هذه الضائقة إلا بأن يحفظ متن معين ثم يطلع على بقية المتون؟ وذكرت سبعة أمور لدراسة المتن، منها أولا تبيين المبهم، تبيين المبهم في المتن. والمبهم كما ذكرته في كتابي مدارج تفقه الحنبلي هو أن يذكر العالم المسألة بدون حكمها، يذكر العالم مسألة بدون حكمها. مثلا قالوا ولا في زاد المستقنع يقول ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إلى فرجة، يوم الجمعة إذا دخلت المسجد لا تتخطى الصفوف إلا إذا وجدت فرجة. ولا يتخطى هنا ما الحكم فيها؟ طيب لم يصرح المؤلف بالحكم، ولا إيش يتخطى رقاب الناس إلا أن تكون فرجة، أن يجد فرجة في الصف الذي أمامه فيتخطى لا إشكال، لكن ما الحكم؟ ولا يتخطى، هل هو التحريم أو الكراهة؟ المذهب هو أنه إيش للكراهة. أيضا في الأضحية يقول صاحب الزاد ولا يعطي جازرها أجرته منها، الجازر هو الذي ذبح الأضحية، لا تعطيه الأجرة من الأضحية. لكن ما الحكم؟ هل هناك حكم مصرح به عند الماتن؟ لا، لا يوجد. فدور طالب العلم هنا أن يبين هذا الإبهام، والمذهب عندنا أنه لا يجوز أن يعطي جازره جازر الأضحية أجرته منها. فانظر هنا قال ولا يعطي والحكم فيه التحريم، ولا يتخطى فالحكم فيه إيش؟ كراهة. الكراهة. هذا يحتاج طالب العلم، يحتاج طالب العلم ينتبه مثل هذه الأمور، تبين المبهم، المبهمات، والمبهمات في زاد المستقنع طبعا كثيرة جدا، والمبهمات موجودة حتى في كتاب الإقناع والمقنع والتنقيح، وكتب كثيرة جدا موجود فيها الإبهام. أيضا منها تقييد المطلق، تقييد المطلق، هناك مسائل مطلقة يطلقها العالم في متنه
وهي مقيدة أصلا، فيقيدها طالب العلم. هناك أيضا الأدلة، البحث عن دليل المسألة، يبحث إنسان عن دليل المسألة ويقيد عليها دليلها حتى يعرف ويتعبد الله عز وجل بهذا الدليل، وغير ذلك من الأمور السبعة التي ذكرتها ويحسن الرجوع إليها في كتابي مدارج تفقه الحنبلي وموجود في الشبكة. وأيضا بعد أن ينتهي من هذه المراحل المتون الخمسة يقرأ ويدرس روض المربع للشيخ منصور شرح زاد المستقنع، ثم بعد ذلك يدرس منتهى الإرادات بالطريقة التي ذكرتها في الكتاب، وهي طريقة طويلة تحتاج إلى زمن طويل حتى يحصل الإنسان على ما يقولونه الملكة الفقهية. نعم. بارك الله فيكم يا شيخ. سؤال آخر يقول: يا شيخ، متى يصح لطالب العلم الدخول في علم أصول الفقه والقواعد الفقهية؟ وأيضا نرجو منكم النصيحة في منهجية دراسة هذين العلمين. والله العلماء في الحنابلة في أصول الفقه يقولون يقدم تعلم أصول الفقه على الفقه، وفي الحقيقة وفي الواقع أن طالب العلم بحاجة إلى معرفة الفروع الفقهية قبل أن يتعلم قواعد الفقه وأصول الفقه. فأنا في نظري أنه ينبغي لطالب العلم أن يكثر من دراسة المتون الفقهية، يكثر منها متنين ثلاثة أربعة عشرة حتى تكون الفروع الفقهية في عقله وذهنه، لكي يكون إذا درس القواعد الفقهية وقد يمثلون لها من الفروع الفقهية هو يعرف هذه ومعاني وصور هذه الفروع الفقهية. أما إذا لم يكن عنده فقه وقد يمثلون في القواعد الفقهية وقد يمثلون في الأصول الفقه بفروع فقهية وهو أصلا لا يعرف هذه صور هذه مسائل، فكيف سيفقه هذه الأصول وكيف سيعرف معنى هذه القواعد؟ فلا يستعجل الإنسان في دراسة القواعد الفقهية وأصول الفقه حتى يلم بجملة كبيرة من الفروع الفقهية بدراسة المتون الفقهية. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: يا شيخ، هل يباح تقليد المذهب إن علمت الدليل عن طريق بيان العلماء؟ مثال ذلك: الحنفية لا يرون رفع اليدين قبل الركوع وبعده، لكن وصل إلينا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. نقول: إذا علم طالب العلم أن المسألة الفلانية في المذهب خالفت دليلا صريحا وقد قال بهذا الدليل علماء معتبرون به، فلا إشكال أنه يتحول إليه. إذا كان يعلم الدليل المخالف للمذهب وأن هناك من العلماء قد قال به فيعمل به، بل قال في الإقناع يجب نقل عن شيخ الإسلام، يجب أن يعمل به. لكن هذا للطالب الذي عنده مكنة في معرفة الأدلة الصريحة والصحيحة ووجه الدلالة ومن قال بها أيضا، لا يقوم بنفسه هو وينظر المسائل التي دليلها أقوى من دليل المذهب، وما يدريك المذهب يعلمون بهذا الدليل، لكن لهم اعتبارات في رده واعتبارات في عدم الأخذ به. فلا يستعجل الإنسان في رد المذهب ويضعف المذهب، لا، يبقى عليه حتى تكون عنده مكنة في معرفة الصحيح من الضعيف. وفي الغالب أن طلاب العلم الآن لا يعرفون هذه الأمور وعقولهم قاصرة في معرفة مثل هذه الأمور، وقد يكون هناك يعرفون الصواب في بعض المسائل القليلة، نعم، لكن في كل وأغلب المسائل الفقهية التي في المتون هذا بعيد، والله أعلم. بارك الله فيكم يا شيخ. يقول: يا شيخ، هل يجوز لطالب العلم أن ينشر قولا يراه صحيحا إذا كان قد يؤدي ذلك إلى الفتنة لأنه مخالف لما هو مشهور في البلد؟ ومن أمثلة ذلك مسألة كفر تارك الصلاة، وما هو الضابط في المسائل التي يجوز له ذلك والتي لا يجوز؟ والله إذا علم طالب العلم أنه إذا نشر قولا
راجحا معارض لقول مرجوح مشهور عند الناس وأنه استحصل فيه به فتنة فلا ينشره فلا ينشر. وقد ذكر الشيخ منصور في شرح المنتهى في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لجعلت للكعبة بابين، لجعلت الكعبة بابين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الكعبة بابين إلى أن مات. فقال، نقل الشيخ منصور عن ابن عقيل قال: وفيه تأخير بيان أو العمل بالقول الصحيح لأجل قالة الناس، فإذا علم أن هذا سيحدث فتنة في الناس فلا يقوله الآن، يتمهل قليلا ويهيئ الناس لقبول هذا الرأي الصائب، وحتى لو مضت سنوات يهيئ الناس لقبول هذا الرأي ثم يقوله لهم. أما أنه يحدث فتنة في الناس وشرخ في 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 المسلمين ويفرق الناس ويوالي ويعادي على هذا الرأي، فهذا لا، في الحقيقة لا ينبغي أن يكون، لا ينبغي أن يكون. فيؤخر الإنسان القول بالصواب خوفا من قالة الناس، وهناك دليل شرعي وقد قال به علماء كبار أنه لا تقل بهذا بالقول الراجح، إذا علمت أن القول الراجح سيحدث فتنة في الناس. وأنا ذكرت أن التمذهب لا يكون عرضة لتفريق المسلمين، هذا حنبلي هذا شافعي هذا مالكي، ويتفرقون ويتقاتلون وعلى إمامة المساجد وعلى الأوقاف، هذا لا يجوز. نحن نعمل مع الله عز وجل، انتهيت الظروف عملنا به، ما تهيأت نعمل به في خاصة أنفسنا، ومتى ما تهيأت الظروف دعونا الناس وبالتدريج و بشيء من الرفق والهون حتى يقتنع الناس بالقول الذي يراه الإنسان صحيحا. جزاكم الله خير يا شيخ. ثم يقول: هل قراءة الكتب الفقهية باللغة الروسية يعتبر من طلب العلم؟ والله ما أدري عن هل الفقه الكتب الروسية المؤلفة في الفقه في الفقه الحنبلي وغيره، هل هي يعني معروضة على أهل العلم وقد راجعوها وعلموا ما فيها؟ لأن هذا في الحقيقة أمانة، أولا أمانة، وهي مسألة خطيرة، يعني قد يترجم، يأتي طالب علم مبتدئ ويترجم كتاب وحسب فهمه، وفي كثير مسائل لم يفهمها على واقعها. فالأولى من في هذه المسائل أن يترجم ويكتبها بالعربية ثم يعرضها على متخصص يقرأها، فإذا اعتمدها جاز نشرها وعمل الناس بها. أما إذا لم يعتمدها أو هو اجتهد من نفسه، هو توه طالب علم صغير لم يتمكن في المذهب، كيف يجرؤ؟ لأن بعض الناس يؤلف وينشر بين الفرنسيين بين الأوروبيين بين البريطانيين بين الأمريكيين، نشرت بناء من زكاك أصلا؟ من الذي أذن لك في أنك تعلم الناس وتكتب وتنشر؟ هذه مسألة خطيرة، نشر سيقرأه الناس ويعملون به، ثم إذا بعد الجيل الذي بعده سيقرأونه ويعملون به، فهل أنت تتحمل هؤلاء الناس في ذمتك يوم القيامة؟ لا، الإنسان لا يبرز ولا يؤلف ولا يكتب ولا يدرس إلا إذا كان أهلا وقد أذن له من أهل العلم المبرزين. أما أنه هو يؤهل نفسه وينشر، هذا في الحقيقة ينبغي عدم الاستعجال فيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم يا شيخ. أيضا سؤال: ما دور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المذهب الحنبلي؟ شيخ الإسلام رحمه الله من الأئمة الكبار العظام الذين أثروا في تاريخ، لا أقول في تاريخ مذهب الحنابلة بل في تاريخ الأمة الإسلامية، وهو من العلماء الناصحين الباذلين الذين تحملوا الأذى في سبيل الله عز وجل، وقد عرض حياته رحمه الله للموت والاستشهاد في سبيل الله عز وجل، وعرض نفسه للسجن والإيذاء من بعض أهل زمانه من العلماء الذين لهم آراء، أيضا لا نقول أنهم مخطئون لكن لهم آراء
يعني استعدوا فيها الحاكم على الشيخ رحمه الله. والإمام في الحقيقة شيخ الإسلام جبل من جبال أهل السنة، وحجر عثرة في وجوه أهل البدع والخرافات. ولذلك الشيخ علمه إلى اليوم يجمع ويطبع ويحقق. وكون الشيخ من المجتهدين، أنا لا ليس هذا كلام من عندي، وإنما ذكره إمام المذهب وهو الشيخ علاء الدين البرداوي، ذكر أن طبقات المجتهدين في المذهب 4، وذكر المجتهد المطلق، وذكر أن من المجتهدين في المذهب يعني يدخل في المجتهد المطلق هو الشيخ أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، فهو مجتهد مطلق على كلام المرداوي. هل له مكان في المذهب؟ نقول نعم له مكان في المذهب، بل كل أقواله وإن خالفت جمهور العلماء فإنها أقوال تنسب إلى المذهب، فيقال هذا قول في المذهب، وهذا ما فعله المرداوي في الأنصاف، يأتي بقول أحيانا لشيخ الإسلام ويقول وهو من المفردات، من المفردات يعني ما قال به إلا الحنابلة، ولم يقل به من الحنابلة إلا شيخ الإسلام رحمه الله. فالشيخ يعني أقواله أوجه في المذهب، أوجه قوية في المذهب. ومكانته في المذهب طبعا ذكرها المرداوي، المرداوي ذكر طريقة في اختيار الصحيح من المذهب في كتابه، في أول كتاب الإنصاف، وذكر من هذه المراحل الشيخ الإسلام في المرحلة على ما أذكر الخامسة أو السادسة. فالشيخ مؤثر في المذهب، بل أنا ذكرت في كتابي مدارج التفقه الحنبلي أن هناك مسائل اعتمدها الحنابلة لم يقل بها إلا شيخ الإسلام، فأصبحت مذهبا يتعبد الناس بها، وذكرت تقريبا 5 أمثلة بدون أن أحصيها، لو أحصيت فإنها كثيرة، ذكرت 5 أمثلة أو 6 في آخر كتابي مدارج تفقه الحنبلي، وقد ذكرت مكانة الشيخ في المذهب في آخر كتابي في مدارج تفقه الحنبلي. فالشيخ له مكانة عظيمة جدا في المذهب، وهو بعضهم يقول لماذا هو مجتهد والمجتهد لا يجوز أن يقلد، ها؟ نعم. الشيخ إلى أن مات هو مجتهد مطلق في الحقيقة، لكن هو الذي ينسب نفسه والحنابلة إلى أن مات، وهو يقول قال أصحابنا وهو طريقان عند أصحابنا، هو الذي ينسب نفسه للمذهب. فقضية إخراج الشيخ من المذهب هذا بعيد جدا، لا يعمل به إلا الجهلة الذين لم يقرأوا الفقه الحنبلي بدقائقه وتفاصيله. فإذا قرأت في كتب الحنابلة تعمقت فيها وجدت أن الشيخ حاضر في المسائل الفقهية، بل حاضر في المسائل الدقيقة جدا. وأنا يعني كم يعني أعجبت، بل وقفت يعني متقاصرا نفسي في حاشية الشيخ ابن مفلح على المحرر لمجد الدين أبي البركات، له كتاب اسمه محرر في الفقه على مذهب الحنابلة يقابل المقنع. عندنا كتاب المقنع للموفق، وعندنا كتاب إيش المحرر لمجد الدين، كلاهما من الكتب معتملة في المذهب. الشيخ ابن مفلح له حواشي وهوامش على المحرر. العجيب أنه يذكر دقائق صعبة جدا ويذكر فيها رأي شيخ الإسلام، يعني شيخ الإسلام تكلم في دقائق ما أحد تكلم فيها. فالذي يقول أن شيخ الإسلام دخيل على مذهب وأن الحنابلة لم يأخذوا به وليس له مكان أصلا، هذا مسكين. وكتاب الإقناع، كتاب الإقناع حشاه الحجاوي رحمه الله، وأكثر فيه من النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله، مقولات كثيرة، وهي المذهب إذا لم يخالفها الحجاوي ولم يتعقبه البهوتي فهي المذهب، نقلوها مقرين بها
إذا أقروا بها ولم يتعقبوها ولم يردوا عليها فهي المذهب، وإن كانت تنسب إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. بارك الله فيكم يا شيخ. أحسن الله إليكم يا شيخ. يعني هناك بعض الناس يعني ينشرون الشبهة، يقولون السلفية يعني ما كانوا أصلا يهتمون بالمذهب، وما كان أحد يعني يهتم بالمذهب، يعني فبدأوا الاهتمام بهذا الشيء حينما فشلوا في نشر لا مذهبية، حينئذ يعني لما فشلوا في هذا بدأوا يهتمون بدراسة المذهب. ف يعني ما تعليقكم على هذا يا شيخ، هذا الكلام؟ وهل هناك أمثلة من العلماء والمشايخ السلفيين يعني لهم مثل ما ذكرتم قبل قليل من شيخ الإسلام ابن تيمية أمثلة أخرى يعني لهم مكانة في المذهب وبارزين في المذهب يا شيخ؟ والله هذه الشبهة يعني شبهة ضعيفة جدا، وإذا أردنا أن نبطلها فننظر إلى الواقع. فمن كبار السلفية الآن الموجودين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وهو مذهبي يدرس الإقناع والمنتهى وزاد المستقنع ودي الطالب والرضو المربع، فهو سلفي. نعم يخرج على المذهب في بعض المسائل لا إشكال، لكنه في كل أو أغلب مسائل هو حنبلي. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من كبار السلفية وهو مذهبي، بل لا لم يخرج عن كتب المذهب الفقهية، زاد المستقنع شرحه 3 مرات في حياته. هناك الشرح الممتع الذي لا أظن أن هناك شرحا يوازيه في العالم كله، وهو من السلفية. الشيخ ابن عثيمين بعضهم يقول ليس مذهبيا، هو مذهب، هو حنبلي، يعني خالف في الطهارة أحصوا له على ما أذكر 80 مسألة خالف فيها المذهب. طيب تبقى تقريبا 300 مسألة و 400 مسألة، 80 مسألة ما هي؟ قليلة جدا، بل لا يوجد كتاب عند يعني السلفية كما زعموا أنهم يعني نشروا اللامذهبية. طيب هل ألفوا كتابا لهم في الفقه حتى يدعون الناس إلى تعلم هذا الكتاب وترك المذهب؟ لا، بل أئمة الدعوة رحمهم الله توارثوا الإقناع والمنتهى جيلا بعد جيل إلى اليوم، بل جعلوا الإقناع والمنتهى وشرحهما يقضى بها في المحاكم. فكيف السلفية لما لم ينجحوا في اللامذهبية عادوا إلى المذهبية؟ هم في المذهبية أصلا. صاحب المغني الموفق رحمه الله خالف المذهب في مسائل كثيرة، هل هذا يخرجه عن كونه حنبليا؟ شيخ الإسلام ابن القيم، هؤلاء، المرداوي في الإنصاف صوب مسائل كثيرة خلاف المذهب، هل هذا يخرجه عن كونه حنبليا؟ إذا خرج العالم في 100 200 300 مسألة عن المذهب، هل هذا يخرجه عن كونه حنبليا ومذهبيا؟ إذا قلنا أن المنتهى 10,000 مسألة والعالم السلفي خالف في 300 500 مسألة، ما الذي سيؤثر؟ بل لا يستطيع العالم الآن إلا أن يعمل بالمذهب. والشاهد، خير شاهد على ذلك، المحاكم عندنا والمدارس والجامعات مبنية على المذهب الحمد لله، إلا مسائل رجحها بعض العلماء المعاصرين. فقضية أن السلفية لا مذهبيين ثم رجعوا، ما أدري من يقصد بهذا يعني، ولا زال الحمد لله المشايخ السلفية يدرسون ويدرسون مذهب الشيخ محمد بجابر حفظه الله، عندنا الشيخ مطلق الدكتور مطلق جاسر، الشيخ الدكتور عامر بهجت، هؤلاء سلفية وينشرون المذهب ويمشون على المذهب. وهناك مشايخ كثر، الشيخ الدكتور عبد الله بالخيل والشيخ الدكتور أحمد السويلم وغيرهم من المشايخ سلفية وهم على المذهب الحمد لله. بعضهم يقول لا، إما أن تتمذهب وتترك السلفية أو تكون سلفيا ولا تتمذهب. هذا مساكين مساكين، والله مساكين، الواقع يكذب ذلك. نحن الحمد لله على منهج السلفي ونحن على المذهب أيضا، لم نخرج عن المذهب إلا ما ندر. وقضية عدم خروج من المذهب أنا لا أظن يعني إلا أن يشاء الله شخص لا يخرج عن المذهب ولو في مسألة ومسألتين.
لابد الإنسان يحتاج أن يخرج أحيانا في بعض المسائل. فهذه الشبهة يكذبها الواقع، هذه الشبهة يكذبها. ثم إن الإجازات الآن التي يجاز الناس فيها، كثير منها يمر بالسلفية، بأئمة الدعوة، الشيخ محمد عبد الوهاب، الشيخ سليمان بن عبد الوهاب، وهكذا. فتمر هذه الأسانيد إلى اليوم بهؤلاء السلفية. فهذا يعني في الحقيقة كلام فيه ما فيه، وفيه من يعني إظهار التخطئة التي لا تجوز حقيقة رمي العلماء بها. أئمة الدعوة مثلا، بعض الناس يأتي بعلماء حنابلة ويأتي بآرائهم في العقيدة ويقول هي المعتمدة. طيب أئمة الدعوة معاصرين لهم في نفس العصر، لهم آراء في العقيدة، متابعين لشيخ الإسلام مثلا، لماذا هذا صار المذهب وهذا ليس المذهب؟ ما أراه إلا حقيقة مجانبة للصواب، والله أعلم. أظن شيخ أبا بطين يا شيخ له دور كبير أيضا في المذهب. الشيخ نعم عبد الله أبا بطين من كبار السلفية وأئمة الدعوة، ومع ذلك مفتي الديار النجدية كان، وحنبلي كبير جدا، إمام من الأئمة رحمه الله. وكذلك شيخ محمد إبراهيم. نعم يا شيخ. وكذلك أيضا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، أنه توفى عام 1389، من الحنابلة السلفية والذين يعني قننوا القضاء وفي المملكة العربية السعودية على المذهب الحنبلي، وهذا من المذهب على المنهج السلفي، ولم يحارب المذهب الحنبلي أو يهون من كتبه، بل كان مثل ما ذكر الشيخ ابن قاسم رحمه الله أنه هناك 3 كتب في كل سنة يمر عليه الشيخ أو ينتهي منها ويبتدي فيه مرة أخرى، منها الروض المربع، فكان يدرسه على يعني على طول. فهذا من كبار السلفية الذين لم يتركوا المذهب بل يدعون إلى المذهب، بل له فتاوى يعنف على بعض المشايخ لما أفتوا بغير المذهب. فالشيخ محمد إبراهيم من كبار السلفية أيضا الذين تمسكوا بالمذهب ونشروه أيضا، وكان لهم دور كبير جدا في نشر المذهب الحنبلي رحمة الله عليه. أحسن الله إليكم يا شيخ. كما لا يخفى عليكم يا شيخ، المذاهب المنتشرة عندنا هي المذهب الحنفي وكذلك المذهب الشافعي، وفي الآونة في السنوات الأخيرة يعني كثير من الشباب بدأوا يدرسون مذهب الحنبلي، ويعني كيف يكون يا شيخ العلاقة بين يعني من يتمذهب بمذهب فلاني وآخر يتمذهب بمذهب آخر، يعني كيف يكون العلاقة بينهم؟ قد يكون هناك مثلا زوج يعني يتمذهب بمذهب حنبلي والزوجة بمذهب الشافعي، يعني إذا كان هناك منازعات كيف يكون الأمر بينهم يا شيخ، بين المسلمين؟ والله أولا ينبغي لكل إنسان إذا كان أهل بلده على مذهب ألا يخالفهم. وقد يعني جاء على ما أذكر قصة القاضي أبي يعلى رحمه الله، العالم الحنبلي المعروف المشهور، الرجل يريد أن يتمذهب على مذهب الإمام أحمد وأهل بلده على مذهب آخر أظنه الشافعية والحنفية، فنهاه وأمره أن يتمذهب بمذهب أهل بلده حتى لا يكثر الاختلاف، لا يكثر الاختلاف بين الناس وتحصل العداوة والشحناء والخصومة. وذكرت أنا سابقا يعني قبل هذا أن هناك من يعادي ويوالي على مثل هذه الأمور التي ينبغي للفقيه المتفقه أن تطيب نفسه وأن يقبل الخلاف من الجميع، من الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية، الكل يقبل الآخر. لماذا نتعصب لآراء أئمتنا ومن اتبعناهم؟ لا نتعصب، فينبغي الإنسان أن يعمل كل بمذهبه. فإذا وجد مثل ما حصل الآن في بعض الدول هم مالكية وبسبب انتشار مذهب الحنابلة في الإعلام هناك من طلبة العلم من دخل في هذا المذهب، أو هم حنفية وشافعية وبسبب انتشار مذهب الحنابلة في الإعلام دخلوا في المذهب الحنابلة، إن هذا انتشر هذا المذهب بين الناس وساغ وقبل من الناس،
فينبغي عدم التعصب وعدم محاربة الناس. وأيضا الحنفية والشافعية لا يرفضون هذا هؤلاء الأشخاص الذين تحنبلوا وأصبحوا حنابلة، بل يقبلونهم ويعيشون معهم وهم مسلمون، وكلهم يأخذون من الكتاب والسنة. المذاهب الأربعة مذاهب سنية تأخذ من مصدر واحد وهو الكتاب والسنة، فينبغي أن تكون العلاقة علاقة طبيعية يعيش يتعايش فيها الناس بدون عداوة ولا خصومات ولا حروب ولا كلام في فلان وعلان فينبغي أن تكون العلاقة علاقة طبيعية. ذكر عندنا الشيخ عثمان النجدي أنه لو كانت الزوجة شافعية مثلا أو حنفية والزوج حنبلي فكل يعمل بمذهبه، قال حتى في إزالة النجاسة. فإذا كانت الزوجة ترى أن النجاسة تزول بغسلة واحدة وغسلت ثوب زوجها النجس، فيجوز الزوج أن يلبسه ولا يشترط أن يغسله مرة أخرى 7 غسلات على مذهبه. فالمقصود أن هذا ينبغي أن يكون سائغا عند الناس ولا يتعصبون. قد يكون الأب حنفي والابن شافعي أو حنبلي، ينبغي ألا يتعصب كل منهما، وأن تكون العلاقة عادية جدا طبيعية حميمية بدون تعصب بدون نزاع. وأنا أدعو المسلمين في كل مكان إلى عدم الشحناء وعدم الخصومة، ولا بد من الاجتماع على قول واحد، على عقيدة سلفية صافية، على توحيد الله عز وجل. ما دمنا كلنا موحدين فلا بد أن نتحد أيضا في الأخلاق والسلوك والعلاقة. فأنا دائما أحذر، وأنا للأسف رأيت بعيني يعني من دخل في المذهب الحنبلي في مجتمع حنفي أو شافعي وتعصب وأصبح مذموما وذم المذهب الحنبلي بسببه. لماذا؟ لماذا هذا الحدث الذي يحدثه بعض المسلمين في المسلمين في تلك الديار؟ ينبغي كما ذكرت سابقا أن ينشر القول بكل مداراة وبلطف وبقناعة وبيان الدليل وتعظيم الكتاب والسنة، فلا ينبغي المولاة والمعاداة على المذهب. إما تكون حنبلي مثلي وإلا أنا معادي لك، هذا لا يجوز. لا يزال في 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 في, في, في الإسلام كلهم مسلمون، وقد حصل كما ذكرت سابقا في التاريخ صراعات ومشاكل وحروب بين متمذهبين، وهذا كله خطأ ينبغي أن يطوى ولا يروى، ولا نعيد الكرة مرة أخرى ونتقاتل ونتحارب. بل بعضهم يستدعي أولياء الأمور على بعض، يستدعيه ويستعدي ولي الأمر على هذا أخيه المسلم لأنه متمذهب بمذهب آخر. كل هذا لا يجوز، وتحصل أضرار، وقد ينتفي الإسلام ويحارب بسبب هذه الخصومات، ويؤمر الناس بترك الإسلام أو بترك شعيرة من شعائر الإسلام بسبب هذه الخصومات. يتشوه الإسلام عند هؤلاء الكفار، خاصة في الدول الغربية والدول التي يحكمها حكام كافرون. ينبغي الحرص الشديد على شعائر الإسلام والتمسك بأي شعيرة على أي مذهب، ولا ينبغي إظهار الخصومة والعداوة أمام هؤلاء الكفار. نسأل الله عز وجل يثبتنا وإياهم على دينه. نعم. والله تعالى أعلم. شيخ أحسن الله إليك، في بعض الأحيان لابد أن يكون هناك قضاء، يعني وإن كان هذا يتمذهب بمذهب والثاني لابد أن يكون هناك قضاء، يعني نعم. إلى من أي حكمان؟ نقول يتقاضون إلى أي قاضي، حنفي شافعي مالكي حنبلي. وإذا حكم القاضي على هذا القاضي الحنفي حكم على الحنبلي بحكم، يلزمه العمل بحكم المذهب الحنفي. نعم. ويجوز له أن يعمل مذهب الحنفي وينتقل عن مذهبه لأنه قد حكم به عليه. نعم. والشافعي لو حكم عليه حنبلي يجوز له أن يعمل مذهب الحنابل، وهكذا. هذا نص عليه العلماء. نعم. وأنه المسائل التي يجوز فيها الخروج عن المذهب لو حكم عليه بغير مذهبه، هل يجوز أن يعمل به؟ نقول نعم يجوز أن يعمل. نعم. به، لكن اشترط أن يكون الحاكم مسلما. نعم. لكن يا شيخ لو مثلا الذي يتمذب بمذهب الشافعي يريد أن يذهب إلى القاضي الذي يعني على مذهب الشافعي، والثاني يريد يذهب إلى القاضي يعني الذي يتمذب بمذهبه هو، يعني والله نقول لابد أن يصطلحا، لابد أن يصطلحا على مذهب معين. ولا تحصل خصومة، ولا تحصل خصومة. لكن لو حصلت القضية وسمعها قاضي معين خلاص كلاهما يلزم به.
يعني بعدما اصطلحوا وذهبوا حين لا يجوز. اريد حكمك لانك شافعي. نعم. هذا لا يجوز. يجوز. ما رضي بالحكم يلزمه ان يعمل بهذا الحكم. نعم. يلزمه ان يعمل بهذا الحكم. جزاكم الله خير شيخ، نشكركم على هذه الجلسه المفيده وكتب الله اجركم يا شيخ، نكتفي بهذا القدر. حياكم الله، الله يبارك فيكم وينفع بكم ان شاء الله، وجزاكم الله خير، ونلتقي بكم ان شاء الله في مره اخرى باذن الله. Иншаллах, джазак ва хайра, шейх. На этом мы завершим наш урок. Надеемся, что сказанное будет полезным, иншаллах. И просим Аллаха, чтобы он воздал благом нашим уважаемым шейху. И до следующих встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.